السلام عليكم، معكم السيدة قيدي فريال، رئيسة الجمعية الولائية الأفق الجميل للشباب والطفولة. كما راكم تشوفوا حنا يعني درنا بهذه المبادره تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديه الرئيس حميدو وايضا مدير الشباب والرياضه. كما راكم تشوفوا خصصنا لهم يعني اماكن اللي يقدروا يجي ويراجعوا باريحيه، يلقاو يعني اطباء نفسانيين، يلقاو مصلى يصليوا فيه الاز، يعني طاولات، اماكن يعني محترمه، ويعني لما يجيو هما والاهل تاعهم يعني حنايا نلعبوا على الجانب النفسي، يعني لما يجوا هنا راحين يلقاو جميع المستلزمات حاضره هنا حتى يتسنى للمترشح ان يقوم ويلتحق بالامتحان تاع الفتره المسيحيه يعني بنفسيه مرتاحه. ويعني لما حتى الاهل لما يجيو هنايا يعني في الفتره الصباحيه كي يعني الابناء تاعهم يلتحقوا بالمراكز الامتحانات يجيو ايضا يقعدوا معنا هنا. ان شاء الله يعني هذه المبادره تتعمم يعني على المستوى الوطني، ويعني جمعيات اخرى يعني يدوا يعني هذه الفكره ويعمموها حتى يسهلوا لابنائنا المترشحين باش يعني يقضيوا هاد 5 ايام اللي هي 5 ايام طويله، يعني يكون عندهم اماكن مخصصه، وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله النجاح والسداد لابنائنا ان شاء الله.